بتقول وانا اسمع وموطب بين هذا وذاك الهضيمة ما له معنى يسولف بمعناي حسين مشتاقت لك بقد وجع هاي منين هاي منين ولا واحد عرفني وقال زين باي خادمك وخادم وجيتك واللي يجي من ارض السبب لا لون وبلا شوف حقي منعثر بممشاي 1900 خنجر بعيناي بين الشامت وصوت الطبل والناي يا رقية والله لا يراويك من نبش وضحك يتنادي سون اعدائي هذا يقول له شوف 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 على العباية تراب ذاك يقول له شوف اطفالهم حفاي هذا يقول له ذاك العرمح عباس ذاك يقول له قالوا جربته بلا ماي هذا يقول له كل البضعة عطشان ذاك يقول له ماي العد يزيد هواي وانا اسمع واموت بين هذا وذاك الهضيمة ما له معنى يسولف بمعناي مشتاقت لك بقد وجع هاي منين ولا واحد عرفني وقال زين بهاي اجيت تبكي على جسمك وانت ظل لا تقوم ما ريدك تشوف الصاير بمكفاي وانا اعتذر منك حسين ليش مولاتي وانا اعتذر منك من رحت للشام عفتك بالشمس وانا بعباتي فياي جبت راسك وراسك جابني من الشام وما ادري اللي على القبر ملقاك لو ملقاي المهم اعتذر منك ما متت وياك بس لا تقول زينب عايشة بلياي دموعكم عند الزهراء هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.